الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: ربك الغفور ذو الرحمة. ويقول سبحانه عن نفسه عز وجل: وأنا التواب الرحيم. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فإن السماحة خلق أصيل في ديننا الحنيف، وإن التيسير أصل. بعض الناس يفهم خطأ أن التيسير فرع عن الأصل. التيسير ليس فرعا، وإنما هو أصل بنص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رب العزة بنفسه في كتابه العزيز: يريد الله بكم اليسر. هذا هو منهج الإسلام، وهذه شريعة الإسلام: يريد الله بكم اليسر. ولو وقف النص القرآني عند هذا لكان المعنى كاملا تاما. ثم يقطع النص القرآني الطريق على المتشددين والمتطرفين والغالين فيقول: ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ويقول سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لأصابكم العنة والمشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن منكم منفرين صادين عن دين الله، منفرين للناس بتشددهم وغلوهم، إن منكم منفرين، من أم بالناس فليخفف، من صلى إماما بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ولما اشتكى بعض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا معاذ بن جبل يطيل بهم في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ إنما يكفيك أن تصلي بالشمس وسبح ونحوهما. فالدين قائم على اليسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. السماحة في العقيدة، السماحة في العبادات،
السماحة في المعاملات. نبدأ بالسماحة في العقيدة. يقول الحق سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويقول سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. قال بعض أهل العلم: من حاول حمل الناس قصرا على دين واحد عنوة فهو مصادم لسنن الله الكونية التي اقتضت التنوع والاختلاف، أما الدعوة فهي بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يمكن، لا يمكن أن تكون الموعظة حسنة إذا كانت طريقة الدعوة غليظة خشنة غير حسنة. كيف تكون الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ كيف تسمي الموعظة حسنة وطريقة الموعظة غير حسنة؟ ونضرب نموذج واحد لصحابي واحد سيدنا معاوية بن الحكم يقول: كنت حديث عهد بالإسلام، كنت حديث عهد، كان قد أسلم جديدا، فدخلت الصلاة فعطس أحد الناس فقلت: يرحمك الله. فأخذ الناس ينظرون إلي بأعينهم يرمقونني، فقلت: ما لكم تنظرون إلي؟ كان رجل لم يتقن ولم يتفقه في أحكام الصلاة، أسلم حديثا، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ يقول: فأخذ بعضهم يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعلمت أنهم يصمتونني أي يسكتونني، فسكت. فلما انتهت الصلاة يقول: لله ضرك يا رسول الله، لله ضرك يا رسول الله، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده ولا مثله أحسن منه تعليما، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده ولا مثله أحسن منه تعليما، ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا سبني، إنما قال في هدوء وحكمة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسوله، صلوا عليه وسلموا تسليما. الحقيقة لا يفوتني وأنا أتحدث عن سماحة العقيدة هذا المشهد الوطني المتكرر في افتتاح مساجدنا من أشقائنا الوطنيين المخلصين الذين يشاركوننا دائما فرحتنا وابتهاجنا واحتفاءنا بعمارة بيوت الله. فليست المرة الأولى الآن التي يشاركنا أشقاء الوطن وينتظروننا لوقت طويل على باب المسجد ليكونوا معنا أو نكون معهم. وهنا نعود إلى الزمن الجميل حيث يقول شوقي، شوقي كان يقول في إعلاء معنى الوطنية وتسامح الأديان أبياتا في غاية الحكمة، يقول: أعهدتنا والقبط إلا أمة، أمة واحدة. أعهدتنا في مصر، أعهدتنا والقبط إلا أمة في الله واحدة تروم مراما، تقصد قصدا. أعهدتنا والقبط إلا أمة في الله واحدة تروم مراما، انظر، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. نعلي هذه مصر،
هذه الأديان، هذه السماحة، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقعون لأجلنا الإسلام. هذه بيوتكم وتلك بيوتنا، هذه بيوتكم وتلك بيوتنا، متجاورين مودة ووئاما. هذه قبوركم وتلك قبورنا، متجاورين جماجما وعصاما. هذه قبوركم وتلك قبورنا، متجاورين جماجما وعظاما. فبحرمة الموتى وواجب حقهم كونوا كما يقضي الجوار كراما. وهذا ما يتحقق الآن تسامحا دينيا، لتكون مصر رمزا فريدا في تسامح الأديان وتجاورها وتعانقها، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أقول قولي هذا، وأسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والقبول، وتوبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيصاهما، ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم. ولو خير بين 100 أمر لاختار الأيسر من 100، ولو خير بين 1000 أمر لاختار الأيسر على أمته من 1000. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. ولما كان بعض الناس في سفر، كما يقول سيدنا عبد الله بن مسعود، أصاب أحدهم حجر في رأسه فشجع، فقال لهم: هل تجدون لي رخصة في أن أتيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، ليس عليك إلا الغسل. فاغتسل فمات. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن دواء العي السؤال. هل سألوا أهل العلم؟ إنما كان يكفيه أن يعصب عصابة على وجهه، ويمسح يغسل سائر جسده ما عدا المكان الذي فيه الجرح، ثم يتيمم عن ذلك ويمسح على عصابته. ولذلك أهل العلم على أن الفقه هو التيسير بدليل، والفقه رخصة من ثقة. ولم يقل أحد على الإطلاق من أهل العلم أو من أهل الفقه إن الفقه هو أن تتشدد، ولكن للأسف الشديد ابتلينا في العقود الماضية القريبة بأناس جنحوا نحو التطرف ونحو التشدد ونحو التنفير من دين الله ونحو الصد عن دين الله، بحيث صاروا يسوقون أن من يحسن التشدد والتحريم هو العالم الرباني، وأن من يفهم الفقه والمخارج والرخص هو المنافق الذي لا يستمع إليه. ولا أدري من أين جاءوا لأنفسهم بوصف العالم الرباني، مع أن العالم الحقيقي يتحرج من التحريم
أقصى مما يتحرج من التيسير، لأن الأصل في الأشياء الإباحة والمحرمات محددة. أما أن تحرم على الناس الماء والهواء والتنفس، فما أجهل وما أسهل الجاهلين الذين يحرمون على الناس كل شيء بلا دليل، فهم أجهل الناس وأبعد ما يكون عن شرع الله، لأن الفقه لا في التشدد ولا في التطرف ولا في التحريم بدون دليل ولا في تكفير الناس، إنما الفقه أحمى، الفقه سعة، الفقه وبخاصة فيما يتصل بقضايا الأوطان التي هي جزء من صميم مقاصد الأديان، فالدين لا يمكن أن يمكن له إلا في وطن آمن مستقر. وأروني وطنا من الأوطان التي حلت بها الفوضى يمكن أن يكون فيها فكر صحيح أو فكر وسطي أو فكر رشيد، لأن الفوضى تجرف الناس إلى طريق الضلال والتخبط. الدين حتى تعد جيلا من العلماء، جيلا من الأئمة، جيلا من الفقهاء، لا بد من وطن آمن مستقر، مما يجعلنا نؤكد أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان. وأختم بأمر هام، يجب أن يتحول اليسر والتيسير إلى خلق وإلى منهج حياة، وأن تتحول السماحة إلى منهج حياة. للأسف الشديد في ظل موجات العنف التي دعت إليها الجماعات المتطرفة والإرهابية والمتشددة، أصبحت عدوى القسوة وعدوى التجهم المسلم سهل هين لين، والنبي يقول: من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. من كان سهلا هينا لينا، وفي الحديث أن رب العزة يقول لملائكته يوم القيامة: انظروا يا ملائكتي هل بقي في النار أحد ممن له حسنة واحدة؟ فيقولون: هناك رجل، فيأتون به فلا شيء له من الحسنات إلا أنه كان تاجرا، فكان إذا وجد رجلا أو إنسانا معسرا قال: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فتجاوز الله عنه، وحوسب رجل ممن كانوا قبلكم فلم يجدوا له إلا أنه كان يتجاوز عن المعسر فتجاوز الله عنه. نحتاج بشاشة الطبيب في وجه مرضاه، ونحتاج تحمله لهم وصبره عليهم، ونحتاج بشاشة المعلم وسماحة المعلم في وجه طلابه. نحتاج أن تصبح السماحة والتيسير خلقا حياة. ويقول الشاعر العربي: تهلل قبل تسليمي عليه، تهلل تهلل قبل تسليمي عليه، وألقى ما له قبل الوساد. ويقول الآخر: ولا ترجو السماحة من بخيل. لا تجد سماحة في النفس ولا في المال ولا في الوجه، يضن حتى بالكلمة الطيبة وحتى بالبسمة، مع أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا يحقن أحدكم شيئا من الخير ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال: السماء كئيبة وتجحما، قلت ابتسم، قلت ابتسم، يكفي التجهم في السماء. قال: الليالي جرعتني على القمى، قلت ابتسم، ولئن جرعت العلقمة فلعل غيرك إن رآك مرنما ترك الكآبة جانبا وتبسما. لكنهم قالوا كما قال الشاعر: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، إن شر النفوس في الأرض نفس تتمنى قبل الرحيل الرحيلة، وترى في الورد شوكا وتعمى أن ترى فوق الندى إكليلا. المؤمن ليس عبوسا ولا كئيبا ولا متجهما ولا فظا ولا غليظا ولا عيابا ولا شتاما ولا حاقدا ولا حسادا، المؤمن سهل هين
لين يألف ويؤلف، نسأل الله أن نكون منهم. اللهم اجعلنا من أهل السماحة واليسر، اللهم اجعلنا من أهل السماحة واليسر. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وثقة فيك وسماحة ويسرا مع خلقك، ويسر لنا أمورنا كلها سرها وعلنها. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم بحق هذه الساعة الطيبة المباركة لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، وعجلت له شفاء عاجلا غير آجل، شفاء تاما بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.